ايه الناس الاكتر يعني اللي عندهم فرص اكتر، الناس بتقبل على ايه اكتر وظيفه مطلوبه عندك في المنصه؟ البرمجه طبعا، البروجرامنج، التكنولوجي. ده يؤكد اللي بيتقال هنا يا جماعه على هذه الكنبه ان مصر انتبهت للتحول الرقمي وانه في اتجاه حقيقي للاحتياج للناس دي. طبعا يعني انت بتواجهي العالم كله. التكنولوجي دلوقتي هي اكتر المجالات اللي هي بومينج وبتطلع وفيها مهارات كمان كتيره جدا. اصل احنا بنتكلم عن قطاع التكنولوجيا، قطاع كبير يعني. كنت متخيلك هتقولي ما اعرفش ليه الجرافيك ديزاين ده كمان، ما هو يعني اي، ما هو الفيجوال بقى، ما احنا هنيجي بقى بعد كده. اول حاجه البرمجه، بعد كده التسويق الالكتروني بقى والديجيتال ماركتنج، وده بيدخل بقى فيه حاجات كتير قوي، بيدخل فيه الكتابه، بيدخل فيه تصميمات، الفويس اوفر، الفيديوز، المودريشن، يعني كل حاجه. يعني انت بتبني كيان كامل، كل الناس بتشتغل، كم من الطاقه، كم من الفرص، مفيش، ما بقاش فيه مستحيل دلوقتي، مفيش حد يقدر يقول مفيش شغل. حلو قوي. لا، في شغل طبعا، بس بطرق مختلفة. بس عندك انت مهارة تؤهلك. مهارة طبعا. يعني انا بحس برضو ان احنا عندنا كام آفة كده في الشغل وفي طريقه تعاملنا مع بعض لازم نبطلها. وانت هنا في برنامج الشغل بقى. ايوه، يا ريت، انا عايزه اطلع اللي في قلبك. عايزه اقول طبعا. ايه الحاجات يعني اللي بتستفزك مثلا، بتنرفزك، بتحسسك ان هو ليه الناس بتعمل كده؟ عدم التقدير، النقد الغير بناء بصراحه. اللي هو انا يعني ساعات بيبقى في حد بيدخل، طب انتوا عندكم كذا، طب مش عارف ايه، احنا لسه بنطور، احنا لسه بنبتدي، احنا لسه ستارت اب، شركه ناشئه. ده بيضايقني شويه. بس على العكس في ناس كتير بتدعم، في ناس في ناس جايه لنا من محافظات عشان تحضر معانا الحلقه. فيعني احنا الحمد لله الموقع عليه يعني شباب وحريفه وبنات من كل محافظات الجمهوريه. فده بيخلينا يعني عندنا قادرين نعمل، نكمل. كمان شويه بيبقى الاتيتيود مهم جدا في الشغل، طريقه العمل، طريقه التواصل، سلوك الشخص، سلوك الشخص بقى في مواقف مختلفه. طبعا في التعامل مع العميل ومع الكلاينت لازم يبقى فيه احترام، لازم يبقى فيه تواصل على طول، يرد عليه العملاء. حط نفسك مكانه، يعني دافع فلوس فبيبقى عايز ياخد مكانها حاجه ويتقدر. ومن الناحيه الثانيه العميل لازم يقدر الفريلانسر، احنا عشان منصه وسيطه فاحنا بنراعي الطرفين. شايفين المشكلتين طبعا. لا حلو، ده كتير. الالتزام بالمواعيد اخباره ايه في ثقافتنا؟ يعني بلا، صعب شويه. ما انا عارفه ان انت هتقولي كده، صعب شويه. بس في على العكس في ناس ملتزمه جدا جدا، وفي ناس تانية ما عندهاش تقدير الوقت وغصب عنهم. يعني ساعات الكرييتيف اندستري او الجرافيك ديزاينرز والناس اللي هي يعني كرييتيف وعندها نوع من الشغلانات اللي هي بتبقى تتطلب الهام وتتطلب فن، شويه الوقت بالنسبه لهم مش بيبقى موجود. بس في الاول وفي الاخر احنا بزنس، يعني ده مش تايم از ماني، بتتقال دايما كده. فالبزنس مهم فيه الوقت، فاحنا بنحاول ندرب الناس على، احنا حتى عاملين ورك شوب عن البرودكتيفيتي وعن التايم مانجمنت الفتره دي، يعني مع بدايه السنه يعني. حلو، عايزين نيجي نحضره اونلاين. ايوه. طيب اخيرا لازم اسالك على مستقبل التوظيف، شركات التوظيف بشكلها التقليدي اللي كان مستقبل سي فيز وياخد الناس ويقابلهم، كانوا بيعملوا دور عظيم يعني، كانوا بيوفروا كتير على الشركات وكانوا بيساعدوا في انه في حد ما عندوش الفكره حتى يقدم فين، فكانوا بيلاقوا له المكان ده. هل هتتحول الى شكل البلاتفورمز والمنصات زي ما عملتي كده، ولا شايفه ان هنفضل محتاجين للدور الوسيط ده؟ يعني بصي، هو دلوقتي الوصول للاشخاص ما بقاش صعب. هي الفكره في ازاي تنقي الحد الشاطر الكويس. الناس بقت موجوده ووافره وتقدري تجيبيهم من اي حته، وبس الفكره ان انت ازاي تديري العمليه دي. وخصوصا كمان ان احنا مش بنتكلم على محافظه واحده او بلد واحده، احنا بنتكلم على اونلاين. فاحنا ممكن يجي لي ناس من اي حته في العالم، فلازم احنا نكون مستعدين لده. فمفيش حاجه بتحل محل حاجه، ولكن احنا بنكمل بعض. انا بحب اقول دايما كده، يعني احنا بنكمل بعض وبنطور. يعني وجود المنصات زي المنصه بتاعتي بيطور العمليه، بيسرعها. انا عايزه اسالك، احنا بنكمل بعض ازاي؟ يعني اقصد هل بتقدر التكنولوجي تخلينا نقيم الشخص ده؟ طبعا. يعني ما هو الانترفيو عشان تقييم، عشان يعرف الشخص ده مناسب ولا مش مناسب. فهل المنصه عندها الادوات او الذكاء الصناعي يوصل لده انه يعرف يقول الشخص ده شاطر ولا مش شاطر؟ بصي، في طرق كتير، في زي الريتنج والريفيو، ان كل حد بيتعمل له ريتنج وريفيو من الكلاينت اللي اشتغل معاه، والعكس صحيح برضو، الفريلانسر بيعمل ريتنج وريفيو، بيتحط له تصنيف ويتكتب عنه بالزبط. كلمتين كده بالظبط، بيقول ان هو كان ملتزم، لطاف او مش لطاف، او مش لطاف. فعشان كده بنبقى بنخلي بالنا ان احنا سمعه
يعني فريلانسر سمعة. في كمان بيتعمل تيست أو زي تقييم أو امتحان بسيط عشان يشوف المهارة وصلت لغاية فين. أنت ممكن تقيسي اللانجوج اللغة، ممكن تقيسي حاجات كتير يعني الكاركتر نفسه. لا، التكنولوجي دلوقتي تقدمت ان ممكن، مش هقول لك 100% ان الشخص ده مناسب، لان هو ممكن يكون مناسب ليا مش مناسب ليكي كصاحبه عمل. فهو ستيل الهيومن فاكتور مهم، التعامل مع البشر طبعا. مفيش حاجه بتلغي خالص، بس يعني بتساعد، التكنولوجي بتساعد الحقيقه. حلو، بتساعد وتخوفنا شويه، لازم نخاف ونبقى جاهزين، لازم نبقى يعني ملتزمين، لازم نبقى جاهزين. ايوه جاهزين بالظبط. انا بشكرك، شكرا جزيلا، شكرا ليكم لاهتمامكم يعني. لا احنا مهتمين ومشجعين، وهنفضل نتابع من المنصه ونشوف تطور الحلو ده، وان شاء الله نشوفك وانتوا تقدموا خدمات اكبر لقطاع اكبر من الناس. يا رب.